أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحمده وأصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، يقول ربنا جل جلاله وعم نواله في محكم التنزيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله جل جلاله وعم نواله أنزل هذا القرآن هداية لنا، يكلمنا ربنا تبارك وتعالى رحمة بنا، يخاطبنا، يبين لنا في القرآن: الله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل شيء، هو الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو الذي هو الذي هو الذي. يقول تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا. الإنسان قد لا يصدق هذا الكلام، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي عمل كذا وكذا وكذا وكذا. فالله جل جلاله رحمة منه ينقل الخطاب مش للمؤمنين بقى، لكل الناس، كما يقول في سورة الحج. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحج: يا أيها الناس، مخاطبا كل الناس، مؤمن غير مؤمن، أي دين، ما عندوش دين: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يعني اللي خلقكم في المراحل اللي قالكوا عليها دي هو صاحب الخلق، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ليه يا رب؟ لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. خلاصة الآيات اللي قرأناها، خلوا بال حضراتكم، الآية لسه ما خلصتش، اللي أنا قلته ده الآية لسه ما خلصتش، نهاية الآية جاية اهي. خلاصة كل الكلام اللي فات ده والآيات اللي قرأناها: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. طب إيه المطلوب؟ المطلوب إن احنا نتعرف على الله تبارك وتعالى الخالق. إيه مشكلتنا؟ لو سألت أي واحد النهاردة إيه مشكلتنا في السبعة أو ثمانية مليار اللي على وجه الأرض، هيقول لك أسباب عجيبة. لكن اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه ويقرأ القرآن ويفهمه يعرف إيه مشكلتنا. مشكلتنا إن إحنا ما عرفناش ربنا سبحانه وتعالى، وما عرفناش قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وما عرفناش ربنا يعمل إيه ويقدر يعمل إيه. فالله جل وعلا قال لنا في القرآن: إن الله على كل شيء قدير. يعني على كل شيء قدير؟
يعني يغني الفقير ويفقر الغني ويصحح المريض ويمرض الصحيح ويكبر الصغير ويصغر الكبير ويحيي الأرض ويموت. إن الله على كل شيء قدير. برضو يعني إيه؟ يعني اللي عايز حاجة يطلب من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول في آخر سورة البروج: فعال. حد فعال لما يريد غيره؟ الله سبحانه وتعالى وحده هو الفعال لما يريد. لذلك برضو نرجع ونقول اللي عايز تتحل مشاكله يتعرف على الله ويطلب من الله أيا كانت المشاكل. في مشاكل ما يحلهاش إلا الله سبحانه وتعالى. واحد عنده فلوس وعنده صحة بس ما عندوش أولاد، الأولاد تيجي منين؟ الناس بتهيأ لها أن الأولاد واحد يتجوز واحدة يجيب عيال، أو واحد مع واحدة يجيب عيال. غلط. الأولاد تأتي من خزائن الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في أول سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ربنا سبحانه وتعالى وحده. يبقى اللي عايز حاجة يطلب منين؟ من الله سبحانه وتعالى، ويطلب بطريقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول في الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل الطرق إلى الفشل إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طريق النبي هو الموصل إلى الله. الله تبارك وتعالى اختار هذا النموذج، أحبه، أكرمه، رفع قدره، وقال امشوا وراه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يبين في حديث قدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق وتفتح علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا محمد. يبقى اللي يجي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى الله. نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، نتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث: أحب الله بما يغزوكم به من النعم. النعم اللي احنا فيها، كل النعم اللي احنا فيها من ربنا سبحانه وتعالى. وأحبوني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحب الله لي، وأحب آل بيتي بحبي. حتى لا أطيل عليكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم معرفة ربنا تبارك وتعالى، المعرفة التي تنجينا وتوصلنا إلى بر السلامة، وأن يرزقني وإياكم حب النبي صلى الله عليه وسلم، الحب الذي يوصلنا أن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أسأل الله تبارك وتعالى بعزته وقدرته أن يغفر وأن يرحم وأن يتجاوز عن عمي محمد وعن موتانا وموتى المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الليلة خير ليالي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبدله أهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، ودارا خيرا من داره. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لعمي وكبيري الحاج أحمد إبراهيم الحواوشي، 30 سنة أو 35 في ألمانيا، إمام وخطيب أو يمكن أكبر وأنا ما أعرفش. فأنت في بلدك يا عم الشيخ أحمد، وفي وسط أهلك، كل دول موجودين. وحقيقة ميتشنا النهاردة شرفت، وأجوار ميتشنا كرامة من الدمسيس، كفر النعمان، جميع البلاد اللي حوالينا مع اللي احنا فيه ده هوت. وشفتوا كمية العدد بتاع الناس، فأنا بشكر كل واحد، وبالأكتر شباب ميتشنا، وشكرا.